في المركز التعليمي من ليزر جيت. المرة اللي فاتت اتكلمنا ان احنا بعد ما بنطلب الاوردر بيجي لنا حد بيكلمنا، وبعد ما بيكلمونا بيبعتوا لنا ايميل مكتوب فيه ليزر جيت. الايميل هو دون بيبقى فيه اسم المستخدم اهو اللي هو انا وكلمة المرور. اول حاجة بناخد اسم المستخدم وبنروح نحطه على الموقع، ناخد الباسورد وبنحطه على الباسورد مربع الباسورد، ندوس تسجيل دخول، نخش على الحساب بتاعنا وبيقول لك دون الطلبات اللي انت طلبتها 890 جنيه. اول حاجة بعد ما بنخش بنغير رقم السري، بيقول لك كلمة السري اللي هي الحالية اللي احنا خدناها كوبي، وبندخل رقم سري تاني دي تأكيد الرقم السري، ندوس ارسال، تم حفظ كلمة السر بنجاح اللي هي الرقم السري الجديد. دي طبعا مكان لو انت عايز تغير البريد الالكتروني، ندوس هنا تغيير رقم البريد الالكتروني، بتدخل البريد الالكتروني الحالي وبتغير البريد الالكتروني زي ما انت عايز تحط البريد الالكتروني الجديد اللي انت عايز تحطه. هنا لو انت الطلبات بتاعتك حابب تغيرها او العنوان اللي بيبقى متسجل عندهم فانت بتقدر تغيره براحتك من عن طريق المكان ده، بيبقى اسم التجاري اللي هو مثلا لو انت طلب جاي للشركة بتبقى IMI ده اسم الشركة، ده اسمك انت اللي هو المسؤول اللي بيتعامل مع الشركة، وهنا رقم تليفونك، وهنا رقم التليفون التاني لو انت ليك رقم تليفون تاني، دون العنوان بتاعك ودون تكملة العنوان، المكان بيبقى في القاهرة، الجيزة، هرم، ده رمز البريد الإلكتروني، البريد رمز البريد اللي هو البريد المصري لو انت اقرب ليك بريد، دي العملة اللي انت بتتعامل بيها اللي هو الايجيبت لو انت عايز تغير العملة عادي برضو، وهنا انت على الصفحة الرئيسية تاني، هنا دي الفواتير، الفواتير اللي انت يعني الفاتورة اللي عليك، هنا عروض الأسعار. في عرض السعر كان جاي لك ب200، هنا بندوس عرض، عرض سعر هم عاملينه بيقول لك تونر كانون ليزر ب 728 جنيه، 728 رقمها الحمراء، هي سعرها 290 جنيه. لو انت موافق على العرض طبعا بتدوس موافق على العرض وبيجي لك، لو انت مش موافق بتسيبه زي ما هو معلق زي ما هو. دي المدفوعات لو انت دفعت مدفوعات قبل كده، انا ما دفعتش اي مدفوعات حساب السجل، وهنا دون بيعمل لك زي كشف حساب كل اللي انت اللي عليك واللي دفعته وكده، دي حركات حسابك هنا تمام، وده العنوان بتاعك. هنا الملاحظات بتاعتك لو انت في اوردر جاي لك في الطريق بيقول لك لديك موعد اليوم الساعة 5 ام، يعني في موعد جاي لك جاي النهارده، و ان في اوردر جاي، الاوردر اللي انا طالبه دلوقتي جاي. هنا دلوقتي بيقول لك انك انت عليك فاتوره، طريقه دفع الفاتوره بتدوس عن قم بالدفع الفاتوره، دي طبعا عنوانك لازم يكون موجود عشان تقدر توصل لهم، وطبعا بياكد لك الطلب لازم دول يكونوا مكتوبين صح. هنا بيقول لك لو انت عايز تدفع من عن طريق ايداع بنكي او تدفع من عن طريق بيبال، فيزا، ماستر كارد او مهما كان. هنا في خدمه حلوه جدا اللي هي خدمه اورانج موني وفودافون كاش وكوبونات. الكوبونات دي لو انت اشتريت منهم حاجه في عرض نازل بيقول لك تاخد عليه خصم 50 جنيه، لما تيجي تشتري الاوردر اللي بعده يبقى عليك خصم 50 جنيه، فهم بيديك كوبون تستخدمه في البتاع ده. لو انت هتستخدم فودافون كاش بتكتب تدوس على فودافون كاش، لو هتدوس اورانج موني فبتستخدم اورانج موني. رقم واحد لو انت تدفع من عن طريق اورانج موني بتدوس هنا وبتدخل الرقم المعرف رقمك انت تمام، مثلا رقم 0100 تمام، وبعد كده بندوس هنا بيانات الدفع، بيانات الدفع رقم الرقم اللي هو ايه رقم العملية بتدخله هنا، وبتدوس المبلغ اللي انت بعته
بتكتب يعني انت بتكتب مثلا رقم العملية، رقم العملية، وبتدوس بتعمل رقم العملية كده، دي مثلا على ما اعتقد رقم العربية مثلا، ونكتب هنا المبلغ، مبلغ المحول $860، احنا علينا فاتورة بمبلغ 890، هنقول 890 جنيه ماشي. وندوس هنا، هنا بيقول لك لازم تصور الشاشة او المبلغ او الفاتورة اللي انت بعت بيها التحويل، بتختارها هنا وبتدوس عليها، بيحول له الصورة بتاعت البتاع عشان هو يوافق عليها يشوفها. لو انت عايز تدفع عن طريق فودافون كاش برضو بنفس الطريقة، تكتب تفاصيل حساب هنا كوبونات، لو انت عندك كوبون رقم الكوبون وبنات الدفع اللي بتسيبها فاضية. هنا بنك ترافل، لو انت تحول على حساب في البنك، طبعا حساب في البنك يعني بيقول اول ما تدوس على حساب البنك، تدوس على البنك ترافل حساب البنك ايداع بنك يعني، وبيقول لك تحويل بنكي عن طريق البنك الاهلي المصري، اسم الحساب اللي انت هتحط فيه اللي هو ده فرع الرقم، الفرع بتاع الفرع بتاع حاجه كده زي الفرع، رقم الفرع بتاعه هو اللي هو مقدم، بيحتاجوه منك في لما تيجي تعمل ايداع. ده رقم الحساب. طبعا بعد ما بتعمل رقم الحساب بتديله رقم العمليه هنا برضو، تمام، وهنا بتدخل بيانات الدفع، وهنا بتدفع الايصال اللي هم ادولك من البنك، بتصوره وبتحطه في اختيار ملف، تمام. احنا دلوقتي مثلا هندفع حساب بنك، انا عملت حساب بنك، تمام، ده رقم العملية، وهنا بيانات الدفع على ما اعتقد مثلا اي حاجة، وهنا بتختار الملف اللي انت عايز دفعت بيه، ملف اللي انا دفعت بيه، ادفع الان، فبيوصل له عملية الدفع. هنا بيقول لك عملية الدفع بانتظام مفاقة، سيتم ابلاغك فورا مفاقة عليها. يعني دلوقتي في حد، انا دلوقتي دفعت الفاتوره، بعد ما بتخلص، بعد ما هما بيشوفوها بيراجعوا البيانات بتاعتك هل انت دفعتها بالفعل او لا، وبعد ما بيتاكدوا بيجي لك ايميل انك انت دفعتها والعمليه جت بنجاح او فشلت او حاول مره تانية. وبكده يا ريت اكون فدتكم، شكرا.